أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلدية والزراعة أن انطلاق النسخة 12 من سوق المزارعين البحرينيين يعد شاهدا على الاهتمام الكبير الذي توليه مملكة البحرين بتوفير مختلف أنواع الدعم للقطاع الزراعي. جاء ذلك خلال افتتاح النسخة 12 من سوق المزارعين البحرينيين في حديقة البديع النباتية. من جانبها أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أن هذه النسخة من سوق المزارعين تعد من الفعاليات الرئيسية والمهمة التي تسلط الضوء على المنتجات البحرينية المحلية وتروج للمملكة على خارطة السياحة الإقليمية والدولية. بدورها قالت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي إن المبادرة تسعى دائما إلى دعم المزارعين وخصوصا فيما يتعلق بتوفير منافذ لتسويق منتجاتهم. هذا وشهد افتتاح السوق إقبالا واسعا من المواطنين والمقيمين والزوار من داخل وخارج مملكة البحرين. طبعا هذا السوق يأتي في ظل التوجيهات السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة عاهل بلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتعزيز الأمن الغذائي وتوجيهات الحكومة المؤخرة برئاسة سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بدعم المزارعين. طبعا هذا السوق يقام بشراكة بين وزارة الشؤون البلدية والزراعة والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، والذي كان أساسه فكرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل بلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، بحيث يكون هذا السوق منصة تسويق للمزارعين. طبعا على مدى 12 عام كبر السوق وهناك العديد من الشركاء والشراكات بين الوزاره ووزارات الحكوميه. اليوم نشوف مزارعين، اسر منتجه، فعاليات بحرينيه، منصه تسويقيه متكامله. السوق ما عاد فقط سوق، اليوم هو وجهه تجاريه سياحيه للبحرينيين وايضا زوارنا من دول مجلس التعاون. اليوم في النسخه 12 تطورت ذيك البدايات المتواضعة إلى منصة ما شاء الله قوية، من خلالها الناس عرفت المزارعين وأهاليهم، أن كل كشك تمرين عليه تشوفين المزارع، تشوفين عياله، تشوفين هلا واقفين وياه، تسألين عنه، تعرفين مزرعته في وين، تروحين تزورين مزرعته. فأصبحت منصة عرفت المجتمع بشكل عام على المزارعين وعلى المنتجات الطيبة اللي عندهم. هالمنصة أيضا شجعتهم أنهم يتنافسون بينهم وبين بعض، فسنة عن سنة بيشوفون تنوع وتنافس جميل ما بينهم في تقديم أفضل ما عندهم، تطوير المنتج مالهم وإظهاره بأفضل صورة ممكنة. طبعا أحب أشارك بكوني مزارع بحريني، وأحب أشارك وطبعا وأساهم في اللي هو التأمين الغذائي، مثل ما يقولون أوفر خضرة للمواطن، وعلى أساس أنه يحصل على أشياء طازجة وفريش ممتازة يعني محلية. طبعاً إحنا كل سنة نستعد ويعتبر لنا عيد وفرحة متجددة بفكرة متطورة من أجل رفعة القطاع الزراعي أو الأمن الغذائي، من أجل التنوع في الإنتاج وإثبات إلى المواطنين أو إلى الناس المهتمين بالزراعة. إحنا دائما على استعداد تام من أجل تطوير القطاع الزراعي ومن أجل المنفعة العامة. كل شيء جميل الحمد لله، إنه شيء إنه بحريني 100%، وهذا الشيء يفرح البحريني، وبالعكس ونتمنى إن شاء الله يزيدون من الفواكه والخضروات وتكثرت المطاعم وكل شيء مرتب ومنظم، واللي يعني كل الخير والبركة في أهل البحرين.